اللي روحك خطابة يعني طايح حظ بالنسبة لي أنا. يعني حسين أنها فترة تمثيل؟ أي definitely definitely yes. إيه ساعات حبه كي ساعات لا إكس كلهم ما في إلا مثل على قولاتنا العوية والمنكسرة. شو اسمك بالخير؟ شادا. ونعم فيك. هل أنت مع أو ضد الزواج عن طريق خطابة؟ لا أنا ضد. أنا أحس أن المفروض أن لما اثنين بيرتبطون في بعض لازم يكون عن حب. زواج الحب ناجح؟ إذا اثنين يحبون بعض بيسوون المستحيل عشان يخلونه ينجح. بيضحون. بيضحون. يعني شلون شخصين ما يعرفون بعض كلش وبيتزوجون؟ ما حتى هاي الفترة تعرف اللي يصير قبل، يعني أنا بطلع أحسن ما عندي وأنت بتطلع أحسن ما عندك عشان بس ناخذ بعض، وعقبها بتكب المشاكل. تحسين أنها فترة تمثيل؟ أي definitely definitely yes. أنا ضد الزواج عن طريق خطابة لأن اللي روحك خطابة يعني طايح حظ بالنسبة لي أنا. يعني يعني مو في ناس زينين؟ الزين ما بيروح حق خطابة، يعني بيخلي هلا يختارون له أو بيرشح أحد أو من طريق الدوام، بس مو من طريق خطابة. هاي أنا يعني وجهة نظري صراحة. لا القائمة كلها أكس. أكس كلهم ما في إلا مثل على قولاتنا العوية والمنكسرة. لأن اللي صدق يبي يخطب وإنسان محترم ومثقف ويخاف ربه بيخلي هلا بيخلي والدته تختار له، أو إنه مثلا من طريق الدوام من طريق مثلا لهال بهالطريقة، بس مو من طريق خطابة. أحس إنه ضد، يعني مو بوكي. لازم الواحد يعني هو يعرف البنت، هو اللي يعني تعرف عليها بنفسه وكذي، عقب هو اللي يتقدم لها. زواج الحب بعد ما يدوم ما أعرف ليه، يعني أول سنتين ثلاثة أوكي، عقب لا. لازم الواحد يعرف الواحدة لغل سنتين، عقب سنتين أوكي يتقدم لها. هذي بعد حب لا؟ إيه ساعات حب أوكي ساعات لا. يعني هاي فلاح يا لا؟ لا حب أوكي إيه، بس خطابة لا. كل واحد هو شنو يبي. يعني في ناس ما يشوفون إن هما يبون مثلا يبون حب أو يبون شيء ثاني، فيبون إنه يعني يبون السهل، عرفت شلون؟ إنه يبون شخص يعيشون معه حياته، ف يعني هاي شيء زين يساعدهم. في ناس يعني ما يبون يتجهون حق طرق أخرى، فهاي الموضوع يكون لهم بعيد عن الإحراج، فإنه هو يساعدهم. وبنفس الوقت الموضوع يكون محرج يعني بطريقة أخرى، لأنه يعني في ناس يستحون، في ناس ما يبون أساميهم توصل، في ناس يعني ما يبون، فهمتوا قصدي؟ فعشان كذي أنا مع الاثنين، وكل واحد هو شنو يبي. مع خلينا نقول دام إنها هي واسطة خير توافق راسين بالحلال، فليش لا؟ بالعكس مهما اختلفت طرق الزواج في النهاية، يعني إذا كان الهدف الزواج في النهاية فليش لا. تحس الزواج بيكون ناجح؟ يعني الزواج التقليدي قبل نفس الطريقة، فمو مشكلة إذا هي مجرد الفرق إنه بتكون في بينهم وسيط، فما بتفرق. يعني في النهاية يعتمد على الشخصين. ضد. ليش؟ لأن الزواج عن طريق خطابة مو بتعرفين البنية وتنصدمين منها عقب فوايد أشياء يعني، بس عن طريق حب يكون أفضل، لأن بتكون عارفة البنية وعارفة شنو فيها ما فيها وعارفة هي شنو تحب ما تحب،